المنصه الرقميه تاعنا فاتوراتي فاتوراتي بوان سي ال بوان دي زاد. حنا درنا اون انكيت دو ساتيسفاكسيون واش طلبونا زبائن، باسكو حنا هذه المنصه طلقناها في 2016. حنا كنا من بعض كنا من اوائل الشركات الوطنيه اللي لونسينا لو اي بيمنت في اكتوبر 2016. دونك مع الوقت طلبونا زبائن تحسينات وبعض دي زاجستومون على لو سيرفيس هذا. درنا اون انكيت دو ساتيسفاكسيون هذا لو ديبي داني وين خرجنا ببعض التوجيهات ولا بعض الطلبات الخاصه على هذه المنصه، وين قالوا لنا لازم تسهلوا لنا العمليه. يعني كذا كيدخل في اطار رقمنة العلاقه مع الزبائن تاعنا، لازم نسهلوا لهم. نحينا المفتاح الدفع الالكتروني اللي كان عاتق، كان فيه 22 بوزيسيون. درنا اليوم رقم زبون ورقم العقد اللي كاين في الفاتوره تاع الزبون، يقدر يحتفظ عليهم، يحتفظ بهم خطره برك ما يتغيروش. تما كذا تسهيل عند الدخول في المنصه هذه، الزبون يقدر يخلص ولا يقدر يسدد 50%. درنا واش قالوا لنا؟ قالوا لنا كتقدروا تسهلوا لنا تانيك شويه حسب الوضعيه تاع الزبائن. قالوا لنا تخلصوا، نقدروا ديرونا تسديد بارسيال، تسديد جزئي، هذه تسديد ماشي جزئي. حنا قلنا اوكي، درنا الاناليز تاعنا وين عطينا لهم لا بوسيبيليتي تانيك باش يخلصوا 50%. تقعد لهم 50% تانيك يقدروا يخلصوهم بدفعات جزئيه.